صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. هي النهارده عزومه خفيفه سريعه، انا ما كنتش عامله حسابي فيها خالص، فحبيت اصورها لكم عشان لو في عزومه فجاه اضطريتي ان انت تعمليها فتعملي ايه. طبعا ده كان اكل العيد محطوط في التلاجة، يعني اللي هو يعني كميات على يعني حاجات تكفيني مده يعني، بس المهم اتصرفت يعني الحمد لله وقدرت اقضي العزومه يعني وارفع راس جوزي يعني واحد حسسه ان هو كده يعني. تعالوا بقى بصوا، انا هعمل تتبيله معايا طماطم متقشره. نصيحه، لما تيجي تعملي تتبيله لحوم او فراخ قشري الطماطم. معايا بصل، طماطم، فلفل، الحاجات دي اللي انا بقول عليها على حسب الكميه. كل ما الكميه معاكي زادت كل ما المكونات هتزيد، قلت المكونات هتقل. جوز الطيب اساسي في المشويات، انا هشوي لحمه، كان عندي لحمه مشويه كنت جايبه كيسين شايلهم في التلاجة يعني خازين في العيد، العيد وكده وطالعين من صيام بقى، بس طلعتهم الكيسين يعني بصراحه، وبالف هنا وشفا للي كلوا، وبجد ضيوفي نوروني جدا واسعدوني خالص، وانا كنت مبسوطه جدا 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 بيهم، وبقول لهم يا ريت تكرروها تاني وتالت ورابع. بصوا بقى، زي ما قلنا طماطم متقشره، فلفل، التوابل انا حابه اجيب لكم الكلام على البرطمانات، ربما وعسى انسى حاجه وانا بقول، زي ما انتم شايفين اهو، بصل باودر، توم باودر، شطه، بابريكا، ومن كل حاجه يا جماعه سنه سنه صغنونه، لان كتر التوابل في الاكل بتضيع لك طعم الاكل، سيان كان لحمه، فراخ، سمك، بس الحاجه الكتير اللي بحب اكتر منها هي البابريكا. البابريكا دي يا جماعه عباره، عارفين الفلفل الالوان اللي هو الكبير ده، بيخلي الاكل مسكر. خلي تفاح بقى، شويه زيت، الكلام ده الصبح بدري جدا يعني، انا طلعت اكلي من الفريزر بالليل وصحيت الصبح الساعه 6 كان الاكل الحمد لله فك، ابتديت اتبل بقى. وبرده كان معايا حمام، برده دي حاجات كنت جايباها في ثلاجتي للعيد، وبالف الف هنا وشفا للي اكلوا منه. وكانت حاجه بسيطه يعني مش قد المقام، كان نفسي اعمل لهم حاجات اكتر واكتر من كده. معايا بصله على الحمام طبعا، انا نقعاف خل، لا مش خل اسفه، نقعاف جنزبيل وليمون وملح بس كده، ما تحطوش خل في اللحوم بيخلي العظم اسود، تنقعف ليمون، جنزبيل، ملح، ميه، على بقد بقى ما صبرك يسمح لك في النقع الحاجات دي. معايا كام بصلايه على النار برده حسب كميه اللحمه اللي هتعصجيها، انا بحب البصلايه بتاعتي مكرمله كده، مش بحبها نيه ومش بحبها محروقه، لا مكرمله كده. وهنزل باللحمه بتاعتي، جنزبيل وقرفه اساسي في اللحمه، توم باودر، بصل باودر برده بنسب صغنونه جدا يعني، برده على قد، وحتى لو الكميه كبرت برده حطي حاجات قليله علشان ما تضيعيش طعم الاكله بتاعتك. فلفل اسمر، كمون، بابريكا، زي ما انتم شايفين انا بحب احط بابريكا كتير، بتدي طعم الاكل وبتخليه مسكر وحلو، مش مسكر اللي هو كانك بتاكلي حاجه فيها سكر، بس تخلي طعمه حلو. وزي ما قلت لكم البابريكا دي عباره عن الفلفل اللي هو الالوان الكبير ده، وبتبقى بودره كده فبيدي الاكل طعم. هدي الكلام ده كله تشويح على النار، انا من نوعيه الناس اللي بحب اعصج اللحمه احط لها طماطم، تفرق كتير خالص في طعم الاكل وشكل اللحمه، ولما بتتعصج بتبقى حلوه. هقطع قرن فلفل سبايسي، لو حابينه مش حابينه استبعدوه تماما، انا بس حبيت اشارككم لما يجيلك عزومه مفاجاه وانت مش عامله حسابك تتصرفي ازاي او تعملي ايه، لان احنا عارفين كانت اجازه عيد وكل المحلات قافله ومفيش سوق، مفيش سوبر ماركت، مفيش جزار، بس اشكر ربنا الحمد لله يعني قدرنا نقوم بالواجب مع الناس اللي كانت جايانا، لانه بصراحه ناس يستاهلوا كل خير بجد يعني. بقول لكم شرفتوني ونورتوني، ويا ريت تكرروها يعني، من اجمل الناس الخفيفه على قلبي، بحبهم جدا 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 بجد. بعد اللحمه ما اتعصجت زي ما انتم شايفين انا حطيت الملح، الملح يا جماعه اخر حاجه، ما تحطيش الملح في اول الاكل، اخر حاجه ظبطي بقى ملحك كده، عصجنا اللحمه تمام. لحد دلوقتي انتوا مش عارفين اللحمه احنا بنعصجها ليه، هقول لكم دلوقتي. طبعا انا هعمل فريك، لان هحشي الحمام فريك، لان برضو ضيوفي مش بيحبوا الرز، كان ممكن احشي الحمام رز بس انا حشيته فريك. هو بس في غلطه في الفريك انا حابه اقولها لكم، لما تيجوا تعملوا الفريك زي ما انا هعمل ما تحطوش ولا طماطم ولا ميه ولا اي حاجه، لان انا نقع الفريك ساعتين يا دوبك، هتخرطي البصله والبصلايه تدبل معاكي، هتحطي الفريك وتظبطي ملح وتديله تشويحه، مش هتحطي طماطم ولا ميه، لان انا لما حطيت طماطم وميه عجن، انا بس حبيت اقول لكم عشان ما تقعوش في الغلطه اللي انا غلطت فيها دي.
انا طبعا مش استاذة فريك، يعني ماليش في الفريك قوي، انا بحشي دايما الحمام رز، فماليش خبرة مع الفريك قوي. بس بصراحة حد من اللي كانوا موجودين في العزومة قالوا لي يتعمل بالطريقة دي، فانا قلت اقولها لكم عشان ما تغلطوش غلطتي. يعني بلاش طماطم وبلاش ميه ولا اي حاجه، تدي له تشويحه وتظبطي ملحك وفلفل اسمر وخلاص، وتحشي الحمام بيه، بيطلع مفرفر وبيطلع حلو. انا عن نفسي قلت هجربه مره تانية، واكيد لما اجربه برضه هصوره واوريه لكم شكله عامل ازاي. طبعا هسيبه لحد ما الطماطم تتشرب فيه وكده. اهو الكبد والقوانص دي بتاعت الحمام، انا احب احط في الكبد والقوانص في الرز او في الفريك اللي انا هحشي بيه الحمام. جنزبيل وقرفه، احنا خلينا متفقين اساسي في اي لحوم، جنزبيل ده مهم جدا يا جماعه، بيشيل ريحه الزفار. وبنسب صغنونه، ما تحطيش كتير عشان ما تبقاش التوابل قع، واللي هو بتاكلي وتبقي قرفانه والريحه غالبه على ريحه الاكل الاساسي. حاجات صغنونه، وبابريكا، ظبطي بقى ملحك الكلام ده كله. نيجي بقى نحشي الحمام بتاعنا. انا غسلته كويس جدا من المحلول اللي انا كنت نقعه فيه وصفيته من الميه. هبتدي احشي، باجي الاول اخد من عند الزور، وبعد كده اخد الحمامه من تحت كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده انا ببقى خاليه الجلد عن اللحم، بحب احط بين الجلد وبين اللحم، بينفخ معاكي الحمام وتبقى كبيره وشكلها حلو زي اللي بيبقى في المطاعم بالظبط. وكمان التوابل اللي انت عاملاها بتخش جوه الحمام نفسه واللحم، فبيديله ريحه وطعم وشكله بيبقى حلو. اهو انا حابه اعمل معاكم كام واحده عشان تشوفوا. طبعا الفريك سخن جدا جدا جدا، بس اللي هو انا مستعجله عايزه انجز قبل ضيوفي ما يجوا. اهو زي ما انتم شايفين ما ننساش بقى واحنا بنتفرج اللايك والشير والسبسكرايب لاختكم. مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، ما تنسونيش يا جماعة في اللايك، اللايك هو اللي هيرفع القناة على اليوتيوب والناس تشوفها، القناة تكبر بيكم. انا عارفة ان انا مش هقدر اكبر ولا خطي اي خطوة بعد ربنا غير بيكم. اعملوا شير للقناة لاصحابكم واصدقائكم ومعارفكم، ولو حابين اي حاجة اكتبولي وانا ان شاء الله يعني ربنا يعيني واقدر انفذها. يعني بصي ده شكل الحمام اهو، انا مش بخيطه ولا اي حاجه خالص، زي ما انتم شايفين باخد الرجلين ادخلهم في الحمامه كده وبس. حلوه الطريقه دي جدا، طريقه التسويه برضو هتعجبكم جدا طبعا. ولا هنسلق بقى ولا هنبهدل البوتاجاز ولا هنعمل هيصه في قلب المطبخ، احنا عايزين على قد ما نقدر ننجز. انا حبيت وتعمدت اوريكم الفيديو عشان ايه، لو جاتلك عزومه تقدري تعمليها من غير بهدله ومن غير توتر، وتعملي كذا صنف في وقت واحد. بصوا اهي انا كده حشيت كميه الحمام من كلها. الكيس الحراري بقى بنبدره قبل ما نعمل فيه اي حاجه علشان مفيش حاجه تلزق فيه. هبتدي ارص بقى الحمام معاكم اهو، ايا كانت الكميه. الكيس الحراري ده كبير، اللي هو الاكس لارج او 2 اكس تقريبا، يعني مش فاكره، بس هو اكبر كيس. رصي فيه بقى الحمام كله. هيستوي؟ اه بيستوي، بيبقى جميل جدا. ولو خرجت منه شوربه ممكن تزود، لو انتم من الناس اللي بتحب شوربه الحمام تاخديها تزوديها شويه ميه وتظبطي ملحها وفلفل اسمر وتبقى شوربه، لو انتم من نوعيه الناس اللي بتحبوا الشوربه بتاعه الحمام. وبس كده معانا طبعا زي ما احنا متفقين ميه مغليه، هنحط شويه ميه مغليه، هنفتح بس فتحتين. المقصود من الفتحتين ان الكيس لما يتنفخ في الفرن ما يفرقعش، بعمل له منافس للهواء. بس فتحتين اتنين او ثلاث فتحات صغنونين قوي، ويستحسن هما فتحتين اتنين بس الكيس ينفس عن نفسه، والفرن بتاعي قايد قبلها وادخلهم الفرن وانساهم. طيب نيجي لصنف تاني بقى، احنا قلت لكم بنعصج اللحمه المفرومه ليه، قلت هعمل جلاش برضو. كان عندي جلاش في الفريزر طلعتهم وسبته يفك. الخلطه بقى بتاعت الجلاش معايا لبن، معايا سمنه او زبده اي ماده دهنيه تحبيها، معايا معلقتين دقيق طبعا برضو المقادير دي حسب الكمية. معايا 4 بيضات اهو، ومعايا معلقة نشا. نشا اهو، النشا بيخليه ماسك نفسه ومقرمش وجميل اهو. هرب طبعا البيض بسنة فلفل اسمر عشان ريحة الزفارة، واحطه مع الطبق اللي فيه اللبن والدقيق، وطبعا هو سنة فلفل اسمر وملح بس كده، مش هنحط حاجة اكتر من كده اهو. انا راح اجيب نشا تقريبا، ومايفل بنتي هي اللي بتقلب
بصراحة مايفل تعبت معايا جدا في اليوم ده في التصوير. تعالي يا مايفل وهي مايفل، تعالي يا مايفل وهي مايفل. بشكرك بصراحة يا مايفل. هديهم تقليبة كويس جدا عشان الدقيق ما يكلكعش والنشا. قلبيهم كويس. حطيت ملح زي ما قلت لكم. نيجي بقى نقل الجلاش. الجلاش لازم يا جماعه قبل ما تشتغلي فيه يكون فك خالص، ما ينفعش يبقى متلج لان هيتكسر ويبهدلك يعني ويتعبك جدا وانت بتعمليه. طريقه الجلاش دي طريقه سهله جدا يعني وخفيفه وسريعه وتضمني ان الحشوه ما تقعش منه. بصي انا باخد ورقتين ورقتين الخليط اللي احنا عملناه سوا، اللبن بالدقيق بالبيض بالحاجات دي كلها، هدهن منه اول ورقه بس زي ما انتم شايفين كده، مش كتير يعني دهنه خفيفه عشان الورق ما يبوش معاكي اهو. وكميه اللحمه المناسبه هتحطيها في قلب لفه الجلاش. كميه اللحمه دي بتاعتك، ما ترتبطيش بيا، انا بعمل كتير انا بعمل قليل، كل واحده ست ومقدره بيتها. حابه تكتري عن ما انا عامله، حابه تقللي، يعني عايزه اقولك الكميه دي بتاعتك انت. دول ورقتين بلفهم زي ما بقفل من الجناب طبعا عشان اللحمه المفرومه ما تقعش. كل وانت بتلفي بتبتدي تقفلي من الجناب، وانت بتلفي تقفلي من الجناب. الصينية بتاعتي مدهونة زيت اهو. برضو الجلاش بينفع جدا لما بتكوني عاملة عزومة، يعني بينجز معاكي وشكل بيدي شكل للأكل حلو. برضو اهو هدهن دهنة كده زي ما انتوا شايفين. حط برضو كمية اللحمة المناسبة ليا اهو. هاخد ورقتين اهو، اقفل من الجناب زي ما انتوا شايفين كده. اهو الحمام بتاعي استوى، بصوا ما كملش تقريبا نص ساعه في الفرن، يعني عينك عليه اول ما تلاقيه اخد لون كده واحمر معاكي خلاص حطي الجلاش بتاعي. عملته وقطعته ودخلته الفرن اهو. برضو الجلاش ما بيكملش نص ساعه برضو. بصوا الحمام خارج شكله عامل ازاي، تحفه، الريحه جميله جدا. ولا نزل فريك. ودي الشوربه اللي بقول لكم عليها، ممكن تاخديها تفضيها في حله وتزوديها ميه، حبه ملح، سنه فلفل اسمر لو انتوا بتحبوا شوربه الحمام. اهو اخد لون، انا هحمره بس انت لو حابه تكتفي بكده ماشي، ولا سلقنا ولا بهدلنا الدنيا ولا اي حاجه، كله في الفرن اهو. بصوا مستوي ودايب وجميل والريحه حلوه جدا. حلو اهو. نيجي بقى للحمه المشويه دي اللي انا تبلتها. انا معايا صينيه عليها شبكه، ببتدي ادخل ارصها على الشبكه كده وايد عليها الشوايه، بس الصينيه بتبقى تحت بعيد عن الشوايه. حته اللحمه المشويه دي لما تحبي تشوي لحمه احسن حته تشوي منها حاجه اسمها عرق الفليتو. عايزه اقول لك احسن حته لحمه ممكن تشويها او تعمليها كباب حله هو عرق الفليتو ده، بيبقى تحفه جدا جدا ودايب. وانا شويت اللحمه عملت رز بسمتي، انا مرضيش اصوره لان انا عملته معاكم اكتر من مره. عملت سلطه طحينه، عملت سلطه بابا غنوج، عملت شويه سلطه خضراء، يعني سلطات لزوم العزومه، وبجد بالف هنا وشفا للي اكلوا. مش قادره اقول لكم انا كنت سعيده بوجودكم قد ايه، وحاجه بسيطه يعني مش قد المقام برضو، هما كانوا ضيوفنا يستاهلوا اكتر من كده بصراحه، يعني ودي كنت اجيب لهم خروف. بصوا ده جلاش عملته صينيه مدوره، فاض كام ورقه فما حبيتش اشيلهم في الفريزر قلت استغلهم اهو. بصوا اللحمه دايبه، بتقيدي الشوايه وبتنزليها، بس بتسيبيها في التتبيله مده 3 4 5 6 ساعات، كل ما تقعد في التتبيله كل ما كان احسن، بس مش تبيتيها. يعني في ناس بتتبل الحاجه وتقولك بنسيبها بال 3 4 ايام، لا يا جماعه ده غلط، انت بتنزلي كل السوائل اللي في اللحمه او الفراخ. والجلاش اهو الصوابع، وده الرز البسمتي. و دي فكره بسيطه لو جات لك عزومه فجاه ومش عارفه تعملي ايه اهو. وبالف هنا وشفا، واتمنى بجد تجربوا طريقه الحمام والحاجه. انا عارفه ان كلكم شاطرين جدا 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 في الاكل، ويا رب اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه صغنونه قد كده. وما تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير، يا جماعه الشير لاصحابكم واصدقائكم ومعارفكم.
واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. وباي باي.